أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا هو يحيي ويميت وإليه ترجعون ألا في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن
إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ إِنَّ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا يَعْزُبُ رَبُّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم لهم البشرى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العليم.